اسعدتني الله النهارده. يكرمك، انا اللي سعيد جدا، وسعيد ان البساط احمدي زي ما بيقولوا بالظبط. واقترح يعني اقترح معلش يعني يعني الدماغ فيها ايه، خلي الحلقه دي اسمها البساط احمدي، نخلي الحلقه دي البساط احمدي. اه يعني الدماغ فيها ايه وسلوجن صغير كده، البساط احمدي. البساط احمدي عشان خد بالك في حاجه على حاجه خطيره جدا في الحلقه دي. يعني يا رب تكون وصل للساده المشاهدين طبيعه علاقتي بالراجل ده، احنا عشرة عمر يعني، بدانا سوا وما زلنا سوا، ربنا يديم المعروف يعني. فده اللي انت شفتوه النهارده على الشاشه هو ده طبيعه الحياه مع بعض التحفظات طبعا يعني. ربنا يخليك يا احمد، شرفتني بجد ويزيدك يا طلعت. الله يكرمك. في تقدم ونجاح مستمر. انت يعني شايف ان في يا رب جميعا يا رب. ان شاء الله انا فاكرك بتقيمني يعني. لا لا ما بقيمكش خالص، انت اكبر من التقييم. بس انا مفيش حد اكبر من التقييم. انا هدعي لك الدعوه لكل الناس اللي انا بحب اسمعها من كل الناس. ربنا يحبب فينا خير يا رب. ربنا يحبب فينا جميعا، ربنا يحبب فينا خير ويديم المعروف بيننا وبين الناس ان شاء الله يا رب. اعزائي المشاهدين، سعدت جدا بصديقي وصديق عمري احمد السقا اللي شرفني النهارده، وعلى وعد بلقاء اخر ونجم اخر. ربنا يكرمك ابو عمر ويديم المعروف ابو عمر. الدماغ فيها ايه. والسلام عليكم ورحمه الله.